example. An object is sliding down an incline that is 45 degrees above the horizontal. إذا حكى لي جسم بينزلق أسفل سطح مائل وزاوية ميلانه هي 45 درجة. بعدين شو بحكي لنا؟ If the coefficient of kinetic friction is 0.6 أعطاني معامل الاحتكاك الحركي. Find the acceleration of the object. أوجد تسارع هذا الجسم. الجسم بينزلق وشو المعلومات اللي أعطانا إياها؟ أول شيء أعطانا الزاوية انها 45 degrees حكى لنا طبعا sliding down هو نازل باتجاه الأسفل theta 45 degrees بعدين شو حكى لنا؟ أعطانا معامل الاحتكاك الحركي the kinetic friction coefficient of kinetic friction is 0.6 وشو طلب منا نحسب؟ find the acceleration of the object عشان نوجد الاكسلريشن شو بدنا؟ أول شيء بدك اتجاه موجب وين رح ناخده؟ مع اتجاه الحركة ليه؟ لأنه قوة الاحتكاك معاكسة فكيف رح يكون اتجاه الموجب بهذا الشكل مع اتجاه ميلان السطح المائل طيب خطوة الثانية شو بنعمل؟ نحدد القوة اللي بتأثر على هذا الجسم We identify the forces acting on the object طلعوا فيهم عنده mg cosine theta عنده mg sin theta عنده normal force وفي احتكاك والاحتكاك وين اتجاهه بده يكون؟ لأنه في حركة فهذه قوة احتكاك حركي. طيب هلا شو بنعمل؟ استخدم قانونيتين الثانية على طول. اللي شو بحكي لنا؟ F net بتساوي MA. شو القوة اللي بتأثر باتجاه الحركة؟ MG sin theta مع اتجاه الحركة ولا عكس؟ إذا هاي موجبة. والإف كي مع ولا عكس؟ تمام إذا بصير عندنا MG sin theta minus F كي شو بده يساوي؟ MA تمام هلا بروح على FK FK عبارة عن ايش؟ ميو كي تايمز N طيب ال N عبارة عن مين؟ طلعوا فيها هلا ما في عندي حركة على ال Y axis إذا N شو بدها تساوي؟ MG cosine theta إذا شو صارت ال FK عبارة عن ميو كي MG cosine theta هلا بدي أعوض مكانها بعوض مكانها كيف بتصير المعادلة؟ بهذا الشكل لاحظ انه كلهم فيهم ام اذا شو بنعمل فيها كلهم بروحوا مع بعض ما احتاجنا الكتله وهيك ضل عندنا جي ساين ثيتا ماينس ميو كي جي كوساين ثيتا ايكوالز اي شو ضل علينا الخطوه الاخيره كلهم معنا هذول عوض في الارقام والاجابه هي 2.8 متر بير سكند سكوير Example, in the figure, two blocks connected by a rope of negligible mass. إذا هذا المثال شفناه إحنا قبل هيك بس كان عندنا frictionless ما كان عندنا احتكاك. هلا في عندنا احتكاك. فشو أعطانا هو؟ F. The magnitude of F equals 45 newtons. أعطاني مقدار القوة F اللي بتأثر على الجسم. M2. و M1 equals 5 kilograms. M2 equals 10 kilograms. And mu k equals 0.1. لاحظ ما حكى لك ولا شيء ما حكى لك في احتكاك ولا حكى لك شيء بس اعطاك الميو كي معامل الاحتكاك الحركي اذا تستنتج انه في عندك قوه احتكاك حركي بهاي المساله شو المطلوب find the acceleration of m1 بدنا نوجد التسارع خلينا نمشي فيه هلا شو اللي اعطانا اياه اول شيء حكى نيجليجبل ماس هاي المعلومه نعرفها انه لازم يكون الخيط مهمل في هذا المساق دائما هلا اعطاني القوه F equals 45 اعطاني M1 5 كيلوغرامز واعطاني ايضا M2 هلا ما حكى لنا انه في فريكشن بس حكى لنا انه معامل الاحتكاك الحركي اذا لحالنا احنا بنستنتج انه في عندي قوه احتكاك بما انه اعطاني معامل احتكاك حركي ميو كي equals 0.1 هلا كيف بدنا نحله شو المطلوب؟ مطلوب find the acceleration of M1 طيب أول شيء بدنا اتجاه الموجب صح؟ اتجاه الحركة القوة وين بتأثر؟ على اليمين فباخذ اتجاه الموجب بيكون مع اتجاه القوة إذا هذا هو الاتجاه الموجب هلأ الخطوة الثانية بدنا نحدد القوة اللي بتأثر على كل جسم فيهم نمشي فيهم واحد واحد و identify the forces acting on each object أول شيء راح اطلع على ال M2 طلعوا فيه شو القوة بتأثر عليه
في عندك أول شيء MG M2G وفي عنا normal force. هلأ هذا موصول مع خيط في tension، اتجاهه وين راح يكون؟ مبتعد عن الجسم. إذن هذا التنشن، في عندي قوة احتكاك، الاحتكاك راح يكون معاكس للحركة صح؟ اتجاه الحركة يمين، إذا الاحتكاك وين راح يكون؟ عشمال، راح نسميها F2K. ضل في عندنا قوة على M2؟ ما ضل. إذا منشيله بروح على M1 هلا. بنفس الأسلوب، أول شيء في عندنا تنشن، في عندنا جرافيتي، وفي عندنا نورمال فورس. تنشن وين راح يكون؟ مبتعد عن الجسم. وفي عندي gravitational force M1G إلى الأسفل، وفي عندي normal force الأعلى، وفي عندنا friction وين راح يكون اتجاهه؟ كمان معاكس لاتجاه الحركة، هاي ال F1K. خلصنا. هلأ هون لك الاختيار، يا بتستخدم النظام ككل أو تأخذهم جسم جسم. رح نستخدم النظام ككل ونشوف كيف رح نحسب تسارع بهاي الحالة. فشو بنحكي؟ We apply Newton's second law to the system. F system equals M system A system. بمشي عليهم واحدة واحدة القوة. أول شيء ال F موجبة ولا سالبة؟ موجبة. بعدين في عندي tension، هاي الأولى راح تكون سالبة. هلا عشان أخلص من tension بالمرة بأخذ الثانية على طول. هاي راح تكون موجبة ولا سالبة؟ موجبة. هيك بروحوا مع بعض. وفي عندي قوة احتكاك أولى اللي هي F2K، موجبة ولا سالبة؟ سالب. وفي عندي قوة احتكاك ثانية كمان سالبة. تمام. إذا هذا كله بده يساوي كتلة النظام كم جسم في عنا؟ M1 plus M2 A system. هلا تنشن مع التنشن راحوا، صار عنا بدي أطلع على F2K و F1K. بالنسبة ل F2K عبارة عن ميو K تايمز N2 اللي هو N للأوبجكت M2، و F1K عبارة عن مين؟ كمان ميو K في N1. عوض مكانهم. هلأ بدي N1 وبدي N2، من وين بنجيبهم؟ بالضبط بالنسبة ل N2 هي عبارة عن M2G، وبالنسبة ل N1 هي عبارة عن M1G. فلما تعوض مكانهم من كل واحد، هاي ال N2 عبارة عن M2G، وبالنسبة ل N1 هي عبارة عن M1G. هلا عوض مكانهم وتطلع هلا الموجود عندك. كل الأشياء معروفة، ال F معروف، ال MU K معروف، M2 معروف، و M1 معروف، وعندك M1 plus M2. إذا شو ضل علينا نعمل؟ تعويض في الأرقام، والناتج هو 2 meters per second squared. Example. In the figure shown, if the coefficient of kinetic friction is 0.2, أعطاني معامل احتكاك الحركي. إذن في عندي قوة احتكاك حركي. Find the acceleration and the tension in the string. هلا طلب اثنين، طلب التسارع، طلب الشد. If M1 equals M2 equals 5 kilograms. إذن الكتلتين متساويات وأعطاني قيمتهم. شو حاكين لك كمان؟ Assume that the pulley is smooth and neglect the mass of the string. هاي الأشياء تلزمنا إنه لما تكون البكرة ملساء معناه هيك إنه ما في عنا روتيشن، ما في دوران، بالتالي الدوران خارج حساباتنا ما بندخله معنا. وطبعا neglect the mass of the string، دائما رح نهمل كتلة الخيط. خلينا نشوف، نرجع نمشي فيه واحدة واحدة. هلا بحكي له، خلينا نحله وبرجع لسؤالك مباشرة بعد ما نحله. تمام. هلا أول شيء شو اللي أعطانا إياه؟ معامل الاحتكاك الحركي ميو كي. بعدين طلب منا نحسب التسارع and the tension in the string. تسارع كلهم لهم نفس التسارع M1 M2. هلأ هاي الأشياء المطلوبة، بدنا نحسب التسارع وأيضا الشد. شو اللي أعطانا إياه كمان؟ M1 و M2. فهاي ال M1 و M2 5 كيلوغرامز. طيب assume that the pulley is smooth، حكينا ليش بدنا اياهم، وايضا بدنا نهمل كتلة الخيط. هلا بنيجي للسؤال، كيف بدي اتعامل مع هذا النوع من الاسئلة؟ بنفس الاسلوب اللي مشينا فيه. الخطوة الاولى شو هي؟ the direction of motion. كيف بدي احدده؟ هلا طلع واحد منهم على الطاولة والثاني نازل من البكرة. اللي على الطاولة ممكن يسحب اللي نازل من البكرة؟ لا، بس الثاني، ايوه الثاني شو ماله؟ قوة وزن. فإذا
إذا لما أطلع على هذا الجسم M2، ما هذا M2 بس أتركه راح ينزل، لما ينزل بسحب معاه الجسم الثاني، بس الثاني صار بيتحرك أفقيا وهذا بيتحرك على الواي أكسس. فإذا اتجاه الحركة كيف راح يصير بهاي الحالة؟ is to the left، النظام كله بيتحرك بهذا الشكل. كيف نرسم اتجاه الحركة؟ زي هيك، هذا الجسم بيتحرك بهذا الشكل والثاني نازل نزول، هذا اتجاه الحركة للنظام. إذا هلا الخطوة الثانية كمان نفس الترتيب اللي استخدمناه مع الأمثلة السابقة، we identify the forces acting on the objects، كل جسم بدي أطلع عليه وشوف القوى اللي بتأثر. نتطلع أول شيء على M1، M1 موصول بخيط، إذا في عليه قوة شد، قوة وزنه إلى الأسفل، في عنده normal force وفي عنده قوة احتكاك، صح؟ نمشي فيهم واحدة واحدة. هاي M1G جاذبية، وفي عنده normal force راح نسميها N1، وفي عنده tension مبتعد عن الجسم. هلأ قوة الاحتكاك بتكون معاكسة اتجاه الحركة، صح؟ فإذا وين راح تكون؟ بهذا الشكل. ظل في قوة على M1، خلص إذا بنشيل M1 بنروح الآن ل M2. M2 مش موجود على الطاولة، بس اللي بيأثر عليه إذا مين؟ الجذب إلى الأسفل وتنشن إلى الأعلى، بس ما في نورمال فورس لأنه مش موجود على السطح وما في احتكاك. كلام سليم. هاي القوة لا مش ملامس للحيط، ما هو فإذا ما في احتكاك، بس إذا زي هيك بتعطيك نفس الظروف طبعا. بس هلأ يعني إذا بدي أعطيك جسم ملامس للحيط بتعطيك قوة مؤثرة عليه، في أسئلة زي هيك، بس كل سؤال له ظروفه، بده يكون واضح المطلوب من إما من الشكل أو من صيغة السؤال. هلأ هون اطلعي فيه أنت، أنا معطيك شكل، هذا الشكل موصول للبكرة ونازل، هل هو متصل مع السطح بأي شيء؟ بس الخيط بيأثر عليه، صح؟ قوة الجاذبية. طيب طلعوا فيه، هل ظل عندنا قوة ثانية؟ لا. إذا خلصنا من ال M2، هلا بدنا نوجد التسارع، فبنستخدم نيوتن سكند لو مع النظام، بمشي فيهم واحدة واحدة. هلا أنت من وين ما بدك بإمكانك تبلش، أنا راح أروح أبلش مع القوة اللي مع اتجاه الحركة عشان تكون هي بالأول موجبة. هذا مش معناه إنه أنت مضطر تعمل زي هيك، لا. فأنا راح أطلع هلا، راح أطلع على أول شيء M2G واتجاه الحركة السهم اللي جنبها، هل هي مع اتجاه الحركة ولا عكس؟ مع، إذا هاي موجبة. طيب بطلع على التنشن اللي بعديها، هذا التنشن معاكس، بعطيه إشارة سالبة. بروح على التنشن اللي بعده، بتفرج على اتجاه الحركة، بطلع السهم اللي فوق، هذا مع ولا عكس؟ إذا مع، إذا بعطيه إشارة موجبة. شو ضل عندي كمان؟ ضل عندي فريكشن، فريكشن مع ولا عكس؟ عكس، بعطيه إشارة سالبة. كتلة النظام شو في عنا؟ M1 plus M2. هلا تنشن مع تنشن راحوا، بدي انتبه ل مين كمان؟ لقوة الاحتكاك، هي عبارة عن مين؟ ميو كي في N1، إذا هاي بعوض مكانها ميو كي N1. هيك طلع شو صار عندك هلا. N1 عبارة عن مين بهذا السؤال؟ هي عبارة عن M1 في G، ما تلخبط هو M1 ولا M2. هيك صار عندنا ميو كي M1 G. طيب عوض مكان FK ورتب المعادلة، شو صارت عندك؟ M2G minus μK M1G over M1 plus M2. شو ضل علينا الخطوة الأخيرة؟ نعوض في الأرقام، والإجابة هي 3.92 meter per second square. هلأ بدنا نوجد